شيرين وحسام اتطلقوا، شيرين وحسام رجعوا لبعض، شيرين وحسام زعلانين، شيرين وحسام سابوا بعض بس مخبيين، شيرين وحسام اتخانقوا، لا ده شكلهم كده ضربوا بعض. طب شيرين وحسام خلاص اتصالحوا. من 2021 وكل الأخبار عن شيرين عبد الوهاب معظمها عن علاقتها بحسام حبيب اللي كلها مشاكل، واللي أثرت على شيرين بالسلب مش بس على المستوى العملي، ده كمان على المستوى النفسي والبدني. نقدر نقول إن شيرين بقت شخص تاني مختلف كل الاختلاف عن شيرين اللي الجمهور بيحب صوتها ويستمتع بيه. من فترة كده الناس على السوشيال ميديا تداولوا صورة لشيرين كان وشها منفوخ وجسمها مليان ووشها لونه أصفر، وفي العادة شيرين عبد الوهاب مش بتهمل في نفسها وتسيب وزنها يزيد كده إلا لما الخلافات بتبدأ بينها وبين حسام حبيب. علشان كده جمهور شيرين حصلت له حالة صدمة من ساعة ما صورتها الأخيرة غرقت السوشيال ميديا وبدأ يقلق عليها. الأسئلة بدأت تشغل الناس على السوشيال ميديا، يا ترى حسام وشيرين سابوا بعض؟ ما هو شكل شيرين ما يطمنش خالص، مش ناقصها غير إنها تحلق شعرها زيرو زي ما عملت قبل كده لما انفصلت عن حسام حبيب. علاقة شيرين بحسام أصبحت مصدر قلق مش لشيرين بس، لا ده كمان لجمهورها واللي طول الوقت منتظر منها إنها تكون قوية وترجع تشتغل زي زمان وتمتع الناس بصوتها وأغانيها، وده لشيرين فعلا حاولت تعمله الفترة اللي فاتت. فجأت الجمهور إنها تشارك في حفل غنائي في دبي، وبعتت رسالة لجمهورها من هناك وقالت مبسوطة إن رجعت لحياتي، السمكة رجعت للبحر، انتظري كل جديد وفي مفاجأة كبيرة بعد أيام في دولة كبيرة. وقالت كمان الناس وحشتني أكتر ما أنا وحشتهم، أنا لو كنت اتأخرت على جمهوري فهي كانت ظروف نفسية أكبر مني، وكان الاختفاء جزء من نقاها محتاجة لها من سنين. أنا بشتغل من وأنا عندي 13 سنة، 25 سنة مشهورة، وده كان كبير عليا، كانت سنين حلوة كلها نجاحات وتنوع في البلاد اللي غنيت فيها، وكنت محتاجة أجازة بجانب ظروفي النفسية، لكن الحمد لله كجزء كبير خلاص تعافيت، وأكيد في لسه شوية حاجات كده نفسية تعباني. شيرين أول ما طلعت على المسرح وبدأت الحفلة قالت لجمهورها وحشتوني، خلاص شوشو رجعت تاني، مش هغيب عنكم تاني أبدا. لكن فجأة حصل لها موقف محرج وهي بتغني، وقعت فجأة على خشبة المسرح، بس وجهت رسالة للناس بعد ما وقعت وقالت ما يقع إلا الشاطر. شيرين في الحفلة ظهرت مع بناتها، وطبعا بدأ الكل يسأل هو فين حسام، ولحد بعد الحفلة ما خلصت محدش شافه، لكن الجمهور لما بيحب يعرف حاجة بيفضل يدعبس وراها. وفجأة انتشرت صورة لشيرين وحسام بعد الحفلة وهم في حضن بعض، والصورة حسمت الجدل حوالين شائعات انفصالهم. انتوا ايه رأيكم في تصرفات شيرين وعلاقتها المتوترة طول الوقت بحسام حبيب؟ شاركونا رأيكم.